شيخنا، لو رجعنا لمسألة الزكاة قبل كان في كلام انقطع منها، هاي وفي بعض الأخوان بيسألوا إنه هو عنده يعني زكاة دار يخرجها، لكن هل يمكن يدّى لأقرباءه يعني وأهله إذا كان أيوة فقراء؟ هاي كويس. زكاة المال بتاع المسلم إنه يخت ثلاثة جهات ما يديهن الزكاة، يسموها الأصول والفروع والزوجات. الأصول معناته جيت منهم، انت جيت من وين؟ من امك وابوك وجدك وحبوتك، ديل ما تديهم من زكاة مالك لانه واجب عليك نفقتهم. نمر اثنين، ولادك وبناتك، ولاد ولادك ولاد بناتك، ديل برضو ما تديهم لانه واجب عليهم نفقتهم. حتى ولو البيت تزوجت ومشت بقت براجلها وانت غني وبعدك البيت طلبت منك مساعدة تساعدها لانه واجب عليك نفقتها. يبقى في الحالة دي ما بيجوز تديها زكاة، ولا تدي لأساس خلوه ولاد ولادك ولاد بناتك، ولا تدي لولادك، لا ولا تدي لزوجاتك، بس تاخذ الثلاثة دي، الأصول والفروع والزوجات. لكن تديها لأخوك، كان فقير تديها لأخوك، لعمك، لخالك، لود عمك ود خالتك، بس تاخذ الثلاثة دي لك تدي لديك.